حسم 2020 مناورات عسكرية مصرية على الحدود مع ليبيا، غايتها وفقا لبيان المتحدث العسكري المصري هي محاربة الإرهاب وقتال المرتزقة من الجيوش غير النظامية والقيام بتنفيذ رماية تستهدف تجمع تلك العناصر ومراكز قيادتهم ودعمهم، وذلك بحضور وزير الدفاع المصري الفريق محمد زكي. وشملت المرحلة الأولى من المناورة تدريبات للقوات البرية والقوات الخاصة من المظلات والصاعقة، فضلا عن تنفيذ عمليات برمائية ناجحة لقوات السواحل في المناطق الحدودية الغربية مع ليبيا، تضمنت عمليات إنزال لوحدات خاصة. المناورة شملت أيضا قيام مروحيات وطائرات حديثة تابعة لسلاح الجو المصري من خلال سرية الصاعقة بتنفيذ غارة على مركز قيادة مكتشف لعناصر المرتزقة وتدميره. وتم خلال تلك المناورات وفق البيان العسكري المصري تطوير أعمال القتال لإصابة الأهداف وبدقة من خلال التعاون بين كافة العناصر المشاركين في المعارك، واستمرت هذه المناورة لعدة أيام. ووفقا للتطورات التي تشهدها الساحة الليبية وتحديدا الغزو التركي ومرتزقته، فإنه ينظر لهذه المناورة على أنها رسالة تؤكد على الاستعداد المصري الكامل في التعامل مع كافة السيناريوهات الممكنة في عمقها الاستراتيجي الغربي. كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا. إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سرت الجفرة، ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر. هذه المناورة تأتي بعد عدة أيام من إعلان أنقرة عزمها إجراء مناورات بحرية قرابة السواحل الليبية تتضمن تدريبات ضخمة بحرية وجوية وفقا لبيان وزارة الدفاع التركية. الدبلوماسية العسكرية عبر المناورات لم تقتصر فقط على المناورات المصرية والتركية، بل امتدت لتشمل مناورات عسكرية أمريكية قبرصية يونانية في شرق المتوسط أيضا، لتزيد من حجم الرسائل في كامل البحر الأبيض المتوسط بعد تزايد حالة الرفض والغضب الأوروبي من التدخل التركي السافر في ليبيا. علي الفايدي، ليبيا الحدث.